وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية عند العرب تطلق على المصاحبة، يراد منها المصاحبة ولا يراد منها الاختلاط. فقوله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه وفي ثنايا أو في أثناء أكله أو شربه، وإنما هو معه مطلق المصاحبة. وقوله في بعض أسفاره، قال ابن حجر رحمه الله لم أقف على تعيين هذا السفر، فأرسل رسولا، فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الدعاة لنشر العلم والخير ولا سيما ما يتعلق بالعقائد، ولا أدل من إرسال معاذ وأبي موسى الأشعري. وأمره عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن يدعو أهل الكتاب أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويستفاد من ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تنحصر في دار المقام، وإنما هي في كل حال من أحوال المسلم سواء كان في سفر أم كان في حضر. يستفاد منها أن أحق ما وجه إلى الخير هم رفقتك وأحبابك ومن هو قريب منك، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بشير في هذه السفرة، وهذه السفرة صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم جمع من صحابته. ومن الفوائد تدريب من هو قريب منك، بل وحثه على الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأن هذا الرسول هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أرسل في السنة التاسعة أبا بكر إلى مكة ليتطهر البيت من أنجاس وأرجاس المشركين أرسل معه علي رضي الله عنه. وقوله ألا يبقين تضبط بهذا الضبط، ألا يبقين أو لا يبقين، صح الوجهان بفتح الياء أو بضمها. وقوله في رقبة هذا لبيان الواقع، وبيان الواقع لا مفهوم له، بمعنى أنه لو وضع هذه القلادة على رجله أو يده فالحكم باق، لأن واقع أنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واقعهم أنهم يعلقونها في الرقبة وعلى من؟ على البعير. فلا يفهم من ذلك أن يخرج ما هو عدا البعير كالبقرة والماعز والخيل، فالحكم شامل للجميع. وقوله بعير، البعير يطلق على الذكر والأنثى، فيصح أن يطلق لفظ البعير على الذكر والأنثى، لكن الأنثى عرفت بأن الإطلاق يكون عليها بلفظ الناقة، أعطي ناقة عشراء، ويجمع على أباعر وأبعرة. وقوله عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر، القلادة هي ما أحاط بالعنق. وقوله من وتر، الوتر هو وتر القوس، كانوا يعلقون القلائد على هذه الحيوانات، ومعتقدهم أن تدفع عنها العين والأذى بشتى أنواعه، لكن لو خلت من هذه النية وأريد منها الزمام فيجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع لناقته الزمام، كما جاء في حديث جابر عند مسلم لما شنق لناقته الزمام وقال إن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. فإذا وضعت قلادة أو حبل يراد منها أن يمسك بالبعير وأن لا ينفلت فجائز، أما إذا أريد من القلادة هذه النية سواء كانت قلادة أو حبلا أو خيطا فإنه لا يجوز. وقوله أو قلادة، أو الأصل فيها عند النحويين أنها تفيد التنويع أو الشك، فكأن الراوي شك هل هي قلادة من وتر أو قلادة، وإذا حصل الشك فإننا نطرح الشك ونبني على اليقين، فيكون اليقين هنا أن المنهي عن القلادة مصنوعة من وتر، ولكن الصحيح أن أو هنا ليست على بابها، وإنما المقصود منها الواو، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. وقد جاء في رواية أبي داود ما يبين هذا، أتت بلفظ الواو قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. ولو قيل بأن الواو على بابها وأنها للشك فلا يجوز أن توضع القلادة بهذه النية، لما مر معنا
قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقوله إلا قطعت، هذا فيه بيان الإنكار بالجد، وهذا لمن هو وال على هذا الفاعل ومن له قدرة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وكما عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا كان النهي عن المنكر باليد يترتب عليه ما هو أعظم من المفاسد فلا يجوز. ولذا قال العلماء: يجب أن يكون أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. وقالوا: يجب في إنكار المنكر أن لا يترتب عليه منكر أكبر. ودليلهم كما سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لقطت الكعبة وجعلت لها بابين. ولو أزيلت بغير القطع لحصل المقصود، لكن ذكر القطع لأنه أسهل، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في تطهير النجاسة، كان يطهرها بالماء لأنه أسرع وأنقى وأسهل.